السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا بينا على النبي. إزيكم يا شباب؟ وحشتوني يا أجمل طلاب في الكون، أخباركم؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. الحلقة بتاعت النهاردة هي الحلقة اللي كتير منكم طلبها. أنا إن شاء الله على الوعد كل اللي طلبتوه مني هعمله. في ناس طلبت مني الدايلوج، إن شاء الله بإذن الله ثلاث حلقات هشرح فيها الدايلوج النهارده، شرح الدايلوج تفصيلا، ازاي تحل الدايلوج وازاي ايه الجمل اللي ممكن تجي لك وكل تفاصيل الدايلوج هنشرحها النهارده. الحلقه الجايه واللي بعدها تمارين على طول لايف، وهنترجم وهنحل مع بعض على الدايلوج. فبالتالي ثلاث حلقات الدايلوج انساهم بعدين، ما تقلقش من الدايلوج تاني. يعني بعد ما نخلص ثلاث حلقات دول ان شاء الله الدايلوج مضمون. اوكي، في ناس كمان طلبت مني القصه من عنايه الاثنين، ان شاء الله حالا وفي غضون ايام ان شاء الله تكونوا خلصتوا القصه معايا. احنا وصلنا كمان ليونت 9 للناس اللي كانت متابعه معايا الحلقات اللي فاتت، فاضل لنا خمس وحدات 10 11 12 13 و14 هنخلصهم باذن الله. كمان في ناس طلبت مني التست اللي بعد كل ثلاث وحدات هيحصل، احنا عملنا اول تيست وهنكمل باذن الله، وبعد ده كله باذن الله هناخد امتحانات استرشاديه، امتحانات كتاب المعاصم، مراجعه نهائيه الكتيب الصغير اللي مع الكتاب، وممكن كمان هنمشي كمان في كتب ثانيه. فما تقلقوش ان شاء الله معاكم ومعانا كلنا سبحانه وتعالى، ربنا قبلنا كلنا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله الفول مارك باذن الله. انتوا هتوعدوني بده وانا معاكم ان شاء الله ليله الامتحان. الدايلوج بقى المحادثه، طبعا اسئله السكيلز المهارات بتحتاج حد عنده مهارات، ازاي يكون سؤال صح، ازاي يعمل اجابه صحيحه، ازاي يفهم السؤال بتركيبه الصحيح. بس في ناس للاسف عندها مشكله في ان هو يفهم الموضوع ده. خليكم معايا. يعني ايه الاول محادثه؟ ايه محادثه ما بين شخصين، واحد بيتكلم مع واحد، وانا المفروض اني انا يا اما هكون سؤال اللي هو كاتب لي الاجابه عليه، يا اما هجاوب انا على سؤال هو كاتبه لي، يا اما انا هو مديني سؤال وانا هجاوب، يا اما العكس، هو كاتب لي الاجابه وانا هكون السؤال. فبالتالي انا هعلمك النهارده نعمل الاثنين، ازاي نكون السؤال وازاي نجاوب على السؤال. ده مبدئيا. طيب ثانيا، في نوع ثاني او حاجه ثانيه في المحادثه ممكن تبقى زي موقف معين، كلام معين بيتقال في مواقف معينه، فده برضه هناخده ان شاء الله. نبدا الاول واحده واحده نتكلم على الاسئله. الاسئله زي ما انتم عارفين نوعين، اسئله ادوات الاستفهام واسئله فهم. اسئله ادوات الاستفهام هو طبعا في الامتحان بيبقى جاي لك مثلا جايب لك سبيس هنا، اوكي، وجاي بعدين كاتب لك الاجابه مثلا I go to the station in the morning. اوكي، طيب انا عايز اعمل سؤال هنا. الاول مطلوب منك تعرف انت هتسال سؤال بهل ولا بلات استفهام. ربما الكلام ده يكون سهل بس انا عايز اقوله تفصيلا عشان ما يبقاش في حاجه ما قلتهاش. اوكي، طيب لما يبقى عندي هنا سؤال، انا عايز اعمل سؤال فمش عارف هكتب سؤال ايه. الاجابه بتاعتك لو بدا بيس او نو او اي ثينك او بريهابس او شور، كل دي او اوف كورس بالطبع، كل دي اجابات ل يس او نو كويستشنز، او بيسموها اسئله هل. يبقى انا عندي مثلا يس yes, ايوه او نو no, لا او شور sure, بالتاكيد او اوف كورس بالطبع او اي ام شور انا متاكد، كل دي اجابات لسؤال هل. انما لو عندك الاجابه بادئه بفاعل ثم فعل ومفعول، جمله عاديه اي جو تو ذا ستيشن ان ذا مورنينج، بروح المحطه مثلا في الصبح، يبقى انا عايز سؤال باداه استفهام. هنا بقى حددت اول خطوه، انا بحدد انا عايز سؤال نوع ايه. ثاني خطوه، سؤال اداه الاستفهام ده مكوناته ايه؟ ازاي اكون سؤال اداه الاستفهام؟ سؤال أداة الاستفهام عبارة عن أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل، تكملة. ده التكوين بتاع السؤال. لازم أسأل سؤال أداة الاستفهام بتاعي، لازم يبدأ بأداة استفهام، واحدة من أدوات الاستفهام اللي أنتوا عارفينها واللي هقولها لكم حالا، بعدين فعل مساعد أو ناقص، ممكن يبقى فعل ناقص مكان فعل مساعد، وهقولهم لكم حالا، فاعل، فعل، تكمله. طيب مين هي ادوات الاستفهام يا مستر؟ ادوات الاستفهام اللي انت المفروض انك حافظها من وانت صغير، وهم وات، ماذا، وير، اين، وين، متى، واي، لماذا، هوز، لمن او ملك من، ويتش يعني اي، واي، لماذا، هاو، كيف، هاو ميني كم عدد، How much كم كمية، How long كم المدة أو كم المسافة، How far كم البعد، How deep كم العمق، أوكي، How tall كم الطول،
how long وهكذا ماشي how often how much تمام. يبقى مبدئيا هبدا بواحده من دول اللي هي ادوات الاستفهام. طب انا هعرف ادوات الاستفهام منين؟ هعرف ادوات الاستفهام من الاجابه. يعني لو كاتب لي في الاجابه مكان يبقى اين، اين وير، لو كاتب موعد يبقى وين وهكذا. الفعل المساعد او الناقص ده لازم يبقى رقم 2 تاني حاجه على طول بعد اداه الاستفهام. الفعل المساعد او الناقص زي مين؟ مين هم الافعال المساعده؟ الافعال المساعده شباب هم am with are was were do does did have وhas وhad. هقولهم كمان مره am with are was were do does did have وhas وhad. لازم واحده منهم تبقى هنا رقم 2. او فعل ناقص زي مين؟ زي can وcould shall وshould will وwould may ومايت ومست. هقولهم كمان مرة can وcould shall وshould will وwould may ومايت ومست. في النهاية ال 12 كلمة الأولانيين اللي هم الأفعال الناقصة والتسعة التانيين اللي هم الأفعال سوري ال 12 الأولانيين اللي هم الأفعال المساعدة والتسعة التانيين اللي هم الأفعال الناقصة ال 21 كلمة دول الأفعال المساعدة والأفعال الناقصة لازم واحد منهم هنا. يعني تلاقي السؤال دايما what is what are what was what were what can what will. لازم أداة الاستفهام في الأول وبعدين فعل مساعد أو ناقص. هنعرف ده إزاي؟ هقول لك أنا جاي لك كل التفاصيل دي أقولها. الفاعل دايما هو أول كلمة في الإجابة. يعني مثلا I go to school in the morning يبقى in the morning ده موعد يبقى أسأل بوين يعني متى تمام. وبعدين أستخدم الفعل المساعد وأقول لك هتعرفه إزاي when do و I أول كلمة في الإجابة هي رقم 3 الفاعل. طيب أنا هكتب يا أستاذ يا مستر هكتب اي هنا؟ لا مش هينفع لانه ما ينفعش الاقي اي طبعا واكتبها في السؤال اي فبحول اي الى يو. طيب يبقى هنا لازم تحفظ التحويلات دي مهمه جدا. انا قلت ان الفاعل اول كلمه لو احمد جوز تو سكول يبقى وين داز احمد. لو دينا بلايز فوتبول يبقى وات داز دينا. رقم 3 دايما الفعل المساعد هو الفاعل سوري الفاعل هو اول كلمه الفاعل هو اول كلمه اوكي. طيب هعرف بقى انا الفاعل ازاي اول كلمه. طب لو لقيت ضمير اي بيتحول ليو التحويلات مهمه جدا. التحويلات لو لقيت اي بتحولها ليو لقيت اي بتحولها ليو والعكس لو لقيت يو بتتحول لاي اوكي. لقيت اي ام بتحولها لار يو اي ام بتحولها الى ار يو. لو لقيت اي واز تحولها الى وير يو اي واز تتحول الى وير يو اي واز تتحول الى وير يو اوكي. طيب بعد كده الفعل بتاخده من الاجابه زي ما هو ولو تكمله بتاخدها من الاجابه. تعال ناخد مثال كنا كاتبين مثال من شويه I go to the station in the morning. عايز اعمل انا بقى السؤال هنا اوكي. أداة الاستفهام هفهمها من الإجابة in the morning في الصباح يبقى متى يبقى when. الفعل المساعد أو الناقص هطلعه من الإجابة إزاي؟ لو لقيت في الإجابة is و are was where و do و does و did أوكي هستخدمها. طب لو ما لقيتش يعني لو لقيت is هستخدم is لو لقيت are هستخدم are was هستخدم was will فعل ناقص أو can أو could أي فعل ناقص هستخدمه هنا يبقى رقم 2. إذا ما لقيتش خالص بتستخدم يا إما do إذا كان الفعل بدون إضافة أو does إذا كان الفعل ذات is أو did في حالة إذا كان الفعل ماضي. يبقى أنا ببص لو ما لقيتش فعل مساعد خالص في الإجابة هبص على الفعل. الفعل هنا الأساسي إذا كان بدون إضافة يبقى استخدم do. إذا كان الفعل ذات is هستخدم does. إذا كان الفعل ماضي هستخدم did. طبعا هنا المصدر بدون إضافة يبقى do. أداة استفهام فعل مساعد أو ناقص الفعل. الفعل هو أول كلمة في الإجابة وأنا قلت لك إن I تحول إلى you يبقى when do you. ثم الفعل اللي هي go والتكملة to the station. go to the station اكتمل السؤال بتاعي when do you go to the station متى تذهب للمحطة تمام. تعال ناخد مثال كمان. إجابة بتقول she was eating when I arrived.
هي كانت بتاكل لما انا وصلت. عايز اعمل السؤال هنا. طيب السؤال هنا معناه بالعربي ماذا كانت تفعل، صح؟ يبقى اداه الاستفهام اللي هستخدمها هي وات. الفعل المساعد هبص في الاجابه هلاقي واز، اوكي، فهستخدم الفعل المساعد واز. الفاعل اول كلمه في الاجابه اللي هو شي. الفعل والمفعول، طبعا انا مش هكتب، مش هينفع اكتب ايتينج، ما ينفعش اقول ماذا كانت تاكل فترد تقول هي كانت بتاكل، فهقول هي ماذا كانت تفعل، اوكي؟ وات واز شي داينج. وبقى اكمل عندما انت وصلت، طبعا اي بتحول ليو، وين يو ارايفد عندما انت وصلت. اوكي؟ وات واز شي داينج وين يو ارايفد، ماذا كانت تفعل عندما انت وصلت. فاكرين القاعده دي يا شباب؟ زمن الماضي المستمر وين ماضي بسيط، اوكي؟ فكركم بس بالمناسبه يعني استغل الموقف. تمام، يبقى هنا تكوين السؤال باداه الاستفهام. الموضوع سهل جدا، اداه الاستفهام استنبطها انا وافهمها انا من الاجابه، الفعل المساعد او الناقص اللي موجود في الاجابه بستخدمه، ما لقيتش بستخدم دو او داز او ديد بالطريقه دي. الفاعل اول كلمه وقلت لك على التحويلات، ثم الفعل والتكمله بكتبهم زي ما هم من الاجابه، طبعا مع الوضع في الاعتبار ان انا بستبعد الاجابه اللي هي تاكل هنا واللي هي in the morning هنا. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف لو انا بقى عندي اجابه فيها yes او no، يبقى انا عايز اعمل سؤال هل. ايه مكونات سؤال هل؟ اللي يعرف اللي يفهم اللي احنا قلناه دلوقتي هيفهم اللي احنا هنقوله بعدين. تاني يعني ايه؟ يعني اللي فهم سؤال اداه الاستفهام حلناه ازاي هيفهم ازاي هنحل سؤال هل. تعالوا نشوف مع بعض. سؤال هل بيتكون من الفعل المساعد او الناقص اول كلمه، مفيش اداه استفهام في الاول، اوكي؟ الفعل المساعد او الناقص، فاعل، فعل، تكمله. فعل مساعد او ناقص، فاعل، فعل، تكمله، وده بيبقى معناها هل. الفعل المساعد او الناقص في اول الكلام معناها هل. مين يا مستر الافعال المساعده والناقصه؟ فكرنا بيهم تاني. الافعال المساعده والناقصه اهي is, am, with, or are, was, were, do, does, did, have, has, had. ده بالنسبه للافعال الناقصه المساعده. والافعال الناقصه can و could، shall و should، will و would، may و might و must. اوكي، ببدا بواحد منهم، واي واحد منهم هيجي في اول الكلام معناه هل. ثم الفاعل، والفاعل دايما بيبقى اول كلمه بعد yes او no، يعني طبعا اكيد yes او no هي اول كلمه اللي بعدها على طول. ثم الفعل والتكمله. تعال نشوف مثال. yes she is reading in her room. نعم هي تقرا في غرفتها. يبقى انا عايز اسال سؤال هل. عرفت ازاي الاجابه بادئه بياس؟ هبدا بسؤال هل، يبقى هبدا بفعل مساعد وناقص، هدور في الاجابه هلاقي في الاجابه عندي is، هبدا بيز. الفاعل اول كلمه بعد yes is she، اللي هي عمليه النص المعروفه، وبعدين بكمل زي ما هي لغايه الاخر. is she reading in her room؟ is she reading in her room؟ هل هي تقرا في غرفتها؟ فيبقى الاجابه yes she is reading in her room. تعال ناخد مثال كمان. now I don't love crowded places. لا انا ما بحبش الاماكن المزدحمه. عايزين نعمل سؤال هل. عرفت ازاي نسأل هل؟ الاجابه بادئه بنو، يبقى انا هبدا بفعل مساعد او ناقص اللي موجود في الاجابه دو. اي قلت لك اتحول ليو. love الفعل، وبعدين التكمله بكملها لغايه الاخر. crowded places do love crowded places، هل بتحب الاماكن المزدحمه؟ ده لو انا عايز اعمل سؤال بهل. يبقى انا عرفت ازاي اكون سؤال اداه الاستفهام، وعرفت ازاي اكون سؤال بهل. طيب لو انا العكس بقى، لو هو مديني السؤال وانا عايز اجاوب، الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ بص يا سيدي، لو انت عايز تجاوب على طول الموضوع بيبقى اسهل كتير. ازاي؟ باختصار الاجابه المختصره تتحسب صح، وبناء عليه، وبناء عليه لو هو سالك عن مكان هتكتب اسم المكان ومش غلط على طول. يعني where do you go every day، لو كتبت I go to school صح، وكتبت to school على طول صح، اوكي. وكمان في yes او no questions، لو سؤال بهل زي مثلا do you love English،
طبعا كلكم بتقولوا يس، حد عنده رد تاني؟ اكيد كلنا نقول يس. يبقى يس الاجابه المختصره، يتحول اي يا سيد وخلاص، او لا قدر الله يعني، لا قدر الله لو في حاجه محتاجه ان احنا نقول فيها نو هنقول نو اي دونت. يبقى الاجابه المختصره في اسئله هل مفيش احسن منها، والاجابه المختصره في اسئله دلاله الاستفهام مفيش احسن منها. When do you get up at 6 o'clock؟ تمام؟ What are you eating? My lunch. ينفع اقول I am eating my lunch، ينفع my lunch على طول، وده صح وده صح. اوكي؟ طيب ده بالنسبه ازاي نكون سؤال بالنوعين وازاي نجاوب على السؤال بالنوعين. فاضل لي ايه كمان؟ فاضل لي الحاجات اللي هقولها لو في مواقف معينه، لو في المستشفى، لو في المطار، لو في شباك تذاكر، لو بتحجز في فندق، حاجات كتير، 10 مواقف هشرحهم لك تفصيلا، كل موقف محادثة يعني، كل موقف هكتب لك مثلا 16 15 جمله في الموقف ده، ممكن تيجي محادثات سؤال واجابه او اجابه وسؤال، تمام؟ هتركز معايا فيهم يعني، حاول تجيب ورقه وقلم عشان لو في حاجه عايز تكتبها. دي على فكره بحب افكرك تاني، دي الحلقه الاولى من سلسله حلقات المحادثات، الحلقه الثانيه والثالثه مش هنشرح طبعا الشرح ده، خلاص انتوا هتبقوا فهمتوه، ومش هنشرح برضو الحاجات اللي هشرحها لكم بعد شويه، خلاص هتكونوا فهمتوها، هندخل في الحلقه على طول بشكل براكتيكال عملي، هندخل في الموضوع وهنحل مع بعض في الحلقه فرنج 12 محادثه اللي هم تقريبا اهم المحادثات اللي حصلت قبل كده. يبقى احنا كده تقريبا حلينا 24 محادثه غير ال 10 اللي هحلهم معاكم دلوقتي، يعني 34 محادثه اللي بيه ان شاء الله الموضوع هيبقى تمام. يلا بينا نروح نحل شويه مع بعض ونرجع تاني. وجينا دلوقتي للجزء الثاني من الحلقه. انا قلت لك ان الجزء الاول هيبقى شرح ازاي احل المحادثه، ازاي اكون سؤال وازاي اجاوب. الجزء الثاني بقى هيبقى عباره عن مواقف معينه انت بتبقى محطوط فيها. طيب اول موقف انا بتكلم فيه لو انا في المستشفى او عند دكتور، والمفروض انه في طبعا مريض وطبيب بيتكلموا مع بعض. الجمل اللي قدامك دي، ال 16 جمله اللي قدامك دول ما هماش محادثه. يعني ايه؟ يعني مش لازم مثلا السؤال اجابته تحتيه، مش لازم، ممكن يبقوا مترتبين كده وممكن لا. فبالتالي انت بس دي جمل علشان لو اتحطيت في الموقف ده او جت سبيس نقط في المحادثه في الجمله دي هتقول ايه. طيب لو انا في المستشفى ممكن يبقى مطلوب مني مثلا ان انا اكتب السؤال ده what is the matter او what's wrong with you. يعني ايه السؤال ده what is the matter او what's wrong with you؟ يعني ماذا بك، مالك، تشتكي من ايه؟ وطبعا دي بيقولها الدكتور. البيشنت المريض بيرد عليه يقول له I have، انا عندي، او I suffer from، انا بعاني من، ممكن يكون pain، pain يعني ألم، ممكن يبقى headache صداع، ممكن يبقى toothache ألم أسنان. المهم ان ده ردا على السؤال، يبقى مالك، مشكلتك ايه، what's wrong or what's the matter or what's wrong with you. الإجابة I have او I suffer، suffer يعني بعاني from كذا. طيب ممكن يبقى سؤال مثلا بيقول how do you feel، كيف تشعر، number 3 how do you feel، hey how do you feel، كيف تشعر. هيرد عليه يقول له I don't feel well. طبعا انتوا عارفين ان feel well يعني اشعر بصحة جيدة او اشعر اني كويس، لكن I don't feel well يعني اشعر بالمرض، انا حاسس اني مش كويس، انا تعبان، I don't feel well. اوكي طيب ممكن يبقى سؤال بيقول how long have you you had this، قد ايه بقى انت لو بتقول لي مثلا ان انت عندك او انت I have pain، انا عندي الم او عندي headache او عندي toothache. طيب قد ايه بقى، how long للمدة، يعني السؤال للمدة how long have you had this. وطبعا تعرفين ان how long ده استفهام ثم have زي ما انا شرحت لك ثم الفاعل، طبعا have ده الفعل المساعد والفاعل ثم الفعل، قد ايه المدة اللي انت بتعاني بيها او عندك المرض ده. فيرد مثلا ممكن يقول له for لمدة، وبعدين اي مدة 2 weeks 3 months اي مدة يعني whatever. طيب ممكن يقول له مثلا المريض بقى المرة دي هو اللي بيتكلم نمبر 6 ده المريض البيشنت هو اللي بيتكلم بيقول له ايه، is it serious doctor، هو انا حالتي خطر يا دكتور. is it is اول الكلام معناها هل زي ما اتفقنا، is it serious، serious يعني خطر، is it serious doctor هو الحالة خطر يا دكتور. طيب ممكن يقول له مثلا المريض برضو نمبر 7 ده برضو المريض هو اللي بيقول، انا اتفقت معاك ان دي مش محادثة، اتفقت معاك ان دي امثلة كده جمل ممكن تتقال. ممكن يقول له مثلا do I need an operation، هل انا need محتاج an operation، operation يعني عملية جراحية، وانا محتاج عملية جراحية. فطبعا الدكتور هيقول له no don't worry لا تقلق، no don't worry لا تقلق. اوكي السؤال نمبر 9 ده الدكتور هو اللي بيسأله بيقول له do you smoke، هل انت تدخن. السؤال ده بيجي دايما بيقول له مثلا انت بتدخن، طيب هل عندك تاريخ مثلا مرضي في حاجه معينه، طب قد ايه بتدخن، ايه المده اللي انت بتدخن بقالك قد ايه بتدخن. طيب يبقى do you smoke، بتدخن، قال له yes
about 30 cigarettes حوالي 30 cigarettes سيجارة a day. تعرفين طبعا a day أو every day يعني كل يوم. Number 11, how long have you been smoking؟ سؤال زي ما انتوا عارفين السؤال ده في زمن المضارع التام المستمر. How long أداة استفهام، have هي الفعل المساعد، you الفعل، been والverb plus ing قد ايه بقالك قد ايه بتدخن، منذ متى تدخن، how long have you been smoking. هنرد نقول for لمدة وبعدها اي مدة، بقالي مثلا بدخن for 5 years الخمس سنوات. Number 12 you should stop او you should give up، يجب ان تتوقف او يجب ان تقلع عن smoking. You should give up، يجب ان تقلع عن او you should stop smoking، يجب ان توقف هذا التدخين، بطل بقى موضوع التدخين ده. ده الدكتور طبعا بيقول. الدكتور كمان ممكن يقول number 13 you should take this medicine، يجب ان تاخذ هذا الدواء، او you should have a rest، المفروض تاخذ راحة، you should have a rest. Number 14 المريض ممكن يسأل يقول how often shall I take this medicine. How often، تعرفين طبعا how often ده أداة استفهام معناها كم مرة، وشال فعل ناقص يجي بعد أداة استفهام I take this medicine، الفعل I ثم الفعل take والمفعول أو التكملة this medicine. كم مرة المفروض أن أخذ الدواء ده، أخذ الدواء ده كم مرة. فالدكتور هيرد عليه في number 15 هيقول له every day، every day يعني كل يوم، every day يعني كل يوم. في الآخر خالص الطبيب دايما بيتمنى للمريض الشفاء، فبيقول له I wish you speedy recovery. speedy recovery يعني الشفاء العاجل. I wish you، أتمنى لك speedy recovery، الشفاء العاجل. وده الموقف الثاني، موقف محطة القطار. لو في مثلا موظف التذاكر بيتكلم مع المسافر، فموظف التذاكر بيقول في number 1 can I help you أو may I help you، أقدر أساعدك، هل أستطيع أن أساعدك، أي خدمة حضرتك تأمرني. can I help you أو may I help you. في number 2 ده رد على السؤال yes I'd like a ticket to، اسم البلد I'd like، أنا عايز، أنا أريد، I'd like، أود، أنا عايز، a ticket، تذكرة، to، وبعدين البلد I'd like مثلا زي كايرو هنا القاهرة. Number 3 ده سؤال بيسأله دايما موظف التذاكر، دايما بيسأله أنت رايح تشتري تذكرة، دايما بيسألك single or return. single يعني ذهاب بس، return يعني ذهاب وعودة. single or return، ذهاب أم ذهاب وعودة. مثلا هنرد نقول في number 4 ده اكيد المسافر هو اللي بيرد، يقول single please، ذهاب فقط، ذهاب من فضلك. طيب هيسأله في number 5 مثلا يقول له first or second او first or economy class. first يعني الدرجة الاولى، طبعا class يعني الدرجة، first class درجة الاولى، ولا second class درجة التانية، والدرجة التانية دي بيسموها economy class. economy class اللي هي الدرجة الاقتصادية اللي هي ارخص شوية من الدرجة الاولى، يبقى first or second or first or economy class درجة أولى ولا تانية. طبعا هيرد عليه يقول له first class أو economy class، ده الرد. في number 6 هيسأله عن تمن التذكرة، ده طبعا المسافر هو اللي بيسأل how much is it. how much كم ثمن، واتفقنا ان دايما أداة استفهام عبارة عن أداة استفهام، السؤال عبارة عن أداة استفهام، فعل مساعد اللي هو is أو ناقص ثم فاعل. okay how much is it، بكام التذكرة دي، أو how much does it cost، كم تكلفني هذه التذكرة، يعني بكام تمن التذكرة. طبعا هيرد عليه يقول له اتس، وبعدين يقول له تمن التذكرة ايا كان بقى التذكرة دي، لو هي فيرست كلاس طبعا بتبقى اغلى، لو هي ايكونومي كلاس بتبقى اقل شوية، فهيقول له اتس وبعدين اي عدد وبعدين باوندس. اوكي باوندس يعني جنيهات، جنيه مصرية. نمبر 8 طبعا ده المسافر هو اللي بيسأل، بيقول how long does it take to Cairo، ايه الوقت بقى او كم من الوقت تستغرق حتى القاهرة، يعني هاخد وقت قد ايه عشان اوصل لغاية القاهرة. how long does it take to Cairo، الوقت اللي هاخده علشان اوصل القاهرة قد ايه. طبعا هيرد عليه الصاحب شباك التذاكر، موظف التذاكر، هيقول له مثلا it takes، طبعا انتوا عارفين ان السؤال بداز يبقى الاجابه لازم يبقى في زمن المضارع بسيط، it takes انه يستغرق، وبعدين نقول مثلا 3 hours او 4 hours، it takes 3 hours. سؤال برضو بيساله المسافر which platform، which platform، كلمه which يعني اي، وplatform يعني رصيف، من اي رصيف القطار هيتحرك. قال له platform number 5 الرصيف رقم 5. number 11 when does the train to Cairo leave، برضو السؤال ده بيسأله المسافر، امتى does the train to Cairo leave، امتى القطار
اللي هيسافر للقاهرة ليف هيرحل، القطار هيمشي الساعة كام؟ طبعا ده سؤال في زمن المضارع بسيط، لما تيجي تجاوب بتشيل وين وبتشيل does وبتبدأ بذا ترين، ذا ترين تو كايرو ليفز، القطار للقاهرة هيرحل، هنحط اس طبعا عشان القطار مفرد، اوكي؟ وطبعا لأن حذفت does، لأن أنا هشيل وين وdoes الاتنين مع بعض وهبدأ بذا ترين على طول، فهقول ذا ترين تو كايرو ليفز ات، لأنه بيسأل عن الساعة وبعدين أكتب أي ساعة. طيب ممكن يسألوا سؤال تاني برضو المسافر، هيسأل when does the train to Cairo arrive، طب هيوصل الساعة كام؟ بنفس الطريقة هبدأ بالذا ترين وأقول the train to Cairo arrives at الساعة كذا. أخيرا have a nice journey، أتمنى لك رحلة سعيدة، أتمنى لك رحلة سعيدة، ده طبعا كلام موظف التذاكر. وده الموقف الثالث، in the restaurant في المطعم، اوكي؟ طبعا in the restaurant اكيد بيبقى الزبون اللي في المطعم customer، وبيبقى معاه الحوار بينه وبين الويتر، ويتر اللي هو الجرسون او ويتريس اللي هي الست اللي بتنزل اكل، اوكي؟ بيبقى مطعم او كافيه يعني. تعالوا نشوف مع بعض. نمبر 1 can I help you، دايما دايما اي حد بيدخل مكان يتلقى فيه خدمه زي ما حصل في مع شباك تذاكر هيقول له كان اي هيلب يو، وهنا برضو في المطعم اكيد برضو الويتر هيساله كان اي هيلب يو، ممكن اساعد حضرتك ازاي، ممكن اساعدك مي اي تيك يور اوردر سير، ممكن اخد امر حضرتك تامرني مي اي تيك يور اوردر سير، سير يعني يا سيدي. طبعا اتفقنا مع بعض انه كان في اول الكلام معناها هل، ومي في اول الكلام معناها هل، كان اي هيلب يو هل استطيع ان اساعدك، مي اي تيك يور اوردر ممكن اخد طلبك سير يا سيدي، قال له يس I'd like to have، نعم اود ان، I'd like to يعني اود ان، have اتناول عايز اخد كذا، حابب اكل كذا، اوكي؟ ممكن الجرسون يسأل السؤال بطريقة تانية يقول له what would you like to have، what would you like to have، تكوين السؤال أداة استفهام وضع فعل مساعد أو ناقص، طبعا هنا ناقص الفاعل you و like to الفعل، what would you like to have أو what would you like to drink، تحب تاكل ايه أو تحب تشرب ايه، ايه اللي حضرتك ممكن تاخده، هيقول له I'd like to have أحب أخد أو أشرب أو أتناول كذا، طبعا ممكن يبقى أكل زي فش أو ممكن يبقى مشروب زي تي، هيقول له how do you like، كيف تحب الفود بتاعك، او كيف تحب السمك بتاعك، او كيف تحب الشاي بتاعك، حابب الاكل بتاعك يكون ايه، ممكن يبقى الاكل مثلا جريلد، ممكن يبقى الاكل ويل دان، ممكن يبقى الاكل ميديوم مش متوسط الطهي، ممكن يبقى رير يعني مش مطهي كويس، في ناس بتحبه كده، في ناس بتحب الاكل بتاعها جريلد، في ممكن تحاول تاخد الشاي بتاعك مثلا سكر زياده سكر خفيف، المهم يعني ممكن شاي بلبن، اوكي، المهم يعني انك في اخر حد بيسالك تحب تاخد الشاي بتاعك ازاي، او تحب تاخد السمك اللي انت هتاكله او الاكل بتاعك ازاي، السؤال بيتكتب كده هاو دو يو لايك كذا. نمبر 6 هيرد عليه يقول له فرايد او جريلد بليز، انا عايز الاكل بتاعي فرايد او جريلد او بويلد، محمر او مشوي او مسلوق او اوكي او باربيكيود، يعني على حسب النوع اللي انت الاكل اللي انت عايزه، وبعدين ممكن لو مشروب هتقول له وذ ميلك مثلا، وذ ميلك باللبن، اوكي. طيب نمبر 7 بيساله كمان بيقول له برضه الويتر هو اللي بيسال، الجرسون هو اللي بيسال بيقول له وات اباوت ذا ديزرت، طب حضرتك تحب تاخد ايه الديزرت بتاعك، ديزرت اللي هو الحلو اللي بعد الاكل، وات اباوت ماذا عن ذا ديزرت، اختار اي حاجه حلوه، لو السؤال جالي وانا عايز ارد اقول ايس كريم بليز مثلا. طيب الجرسون هيساله طب anything else اي شيء اخر تحب تاخد حاجه تانية، هيرد عليه يقول له نو ثانكس شكرا. في الاخر خالص الزبون بيسأل على الفاتورة بقى how much is the bill، how much كم is تكون the bill، bill يعني الفاتورة او الحساب او الشيك، كم هدفع كم الحساب، هيرد عليه بأي رقم، وبعدين LE اللي هو اختصار ليفر يعني جنيه، 19 جنيه ده لو حضرتك هياخد حاجة ساقعة يعني، ماشي. نمبر 11 here is the money، تفضل هي الفلوس. واخيرا في الاخر خالص رقم 12 دي بيقولها الزبون بيقول له keep the change، خلي الباقي علشانك، keep the change يعني خلي الباقي علشانك، اوكي. الموقف الرابع محادثة على التليفون، انا بتصل بحد من اصحابي بيرد عليا حد تاني او بيرد عليا بابا او مامته او اخوه، يلا نشوف مع بعض المحادثة هتبقى عاملة ازاي. can I او may I speak to علي please، ممكن اكلم علي من فضلك، can I speak to علي please او may I speak to علي please، sure بالتأكيد، hold on يعني خليك على التليفون، استنى hold on خليك معايا، خليك على التليفون يعني، اوكي.
راح شاف له علي ورجع. I'm sorry, he isn't in now. هو isn't in مش هنا now الآن، لا للأسف هو مش هنا دلوقتي. سأله قال له what time will he be back. what time امتى will he، طبعا انت عارف ان what time أداة استفهام will فعل مساعد، he الفعل، be back امتى هيرجع، هيعود امتى ان شاء الله. فقال له I don't know، ما عرفش، I don't know مش عارف، مش عارف هيرجع امتى. طيب بيسأل في الاخر بابا مثلا او مامته بيسألك طب ايوه مين معايا اصلا، انا مش عارف لحد دلوقتي مين معايا. who is calling، who is calling من المتصل. او ممكن يقول لك مثلا رقم 7 برضو بابا او مامته او اللي بيرد عليك هو اللي بيتكلم هنا، بيقول له can I سوري لا هنا can I have، لو كان قال can I have كان يبقى بابا، لا هنا بيقول can I leave، هنا بقى انت can I leave you او can I give him a message، طب ممكن اسيب لحضرتك او ممكن اسيب له رسالة، تعطيه رسالة يعني can I leave او can you give him a message، ممكن اسيب او ممكن انت توصل له رسالة. رقم 9 برضو 8 برضو لسه مكمل كلام، برضو مش بابا او مامته اللي بيرد، لا انت بليز من فضلك ask him، اطلب منه to call me back، انه يتصل بيا. اوكي ممكن في الاخر خالص نكتشف ان المحادثه دي بين حد والرقم غلط. I'm sorry you have the wrong number، انا اسف حضرتك بتتصل برقم غلط، بس غالبا I'm sorry you have the wrong number دي بتبقى في الاول خالص لما يقول له ممكن اكلم علي، فيقول له لا انا اسف I'm sorry you have the wrong number، حضرتك اتصلت بالرقم الغلط. الموقف الخامس في محل ملابس، انت رايح تشتري محل ملابس، عندنا بياع وعندنا زبون، بائع سيلسمان او سيلس اسيستنت او سيلر، وعندنا كاستمر زبون. اوكي طيب يلا نبدا مع بعض. اتفقنا ان اي حد داخل اي مكان يتلقى فيه خدمه دايما صاحب المكان او اللي بيشتغل في المكان بيساله السؤال ده can I help you او may I help you، تحب اساعد حضرتك في اي خدمه ممكن اعملها. yes I want أريد أو I'd like أود to buy عايز أشتري كذا. yes أيوة فعلا حضرتك ممكن تساعدني I want أو I'd like to buy عايز أشتري كذا. what size ما المقاس، what size ما المقاس، الإجابة size ونكتب المقاس size 50 مقاس 50. what color إيه اللون، red please أحمر من فضلك. can I try it on، can I try it on، ده هنا بقى الزبون هو اللي بيسأل كان ممكن انا هل استطيع ان انا try it on اقيس، ممكن اقيس الحاجة دي. طيب ممكن بقى بعد ما يقيس يرجع يقول له I want something longer، لا انا عايز حاجة longer اطول او shorter اقصر او cheaper ارخص. اوكي نمبر 9 صاحب المحل او البائع بيسأله بيقول له بياخد رأيه يعني how about this one، طب انت عايز واحدة اكبر او اقصر او ارخص، طب how about ايه رأيك this one، ما رأيك في هذا. رقم 10 هنا برضو الزبون بيسأل ما عجبوش اللي اتعرض عليه can you show me، ممكن توريلي some more شوية اكتر. 11 البائع does it fit you، طب دي تناسبك، does اول الكلام معناها هل، does it هل هذه fit you، افتكر ان انا شرحت لك انه does اول الكلام معناها هل ثم الفاعل ثم الفعل فعل مساعد فعل فعل، does it fit you هي دي تناسبك. اوكي طيب لو وصلوا لاتفاق هيسألوا عن السعر بقى how much is it، how much is it السؤال عن الثمن اللي احنا سائلينه من شويه ساعه ما كنا بنتكلم عن التذاكر. او can I get a discount، can I get a discount ممكن تعمل لي discount تخفيض او خصم. اتفقوا على السعر بيسالوا how would you like to pay، كيف فعل مساعد او ناقص اللي هو would الفاعل you like to pay، كيف تود ان تدفع، تحب تدفع ازاي، ايه طريقه الدفع اللي انت عايز تدفع بيها، تحب تدفع كاش ولا كريدت ولا ايه. طبعا ممكن ارد اقوله باي كاش او باي كريدت كارد. well حسنا I will take it، طب طالما حضرتك هتدفع بالكريدت هاخد الكريدت بتاعتك حاضر. anything else اي حاجة تانية، no thanks لا شكرا. تمام الموقف السادس بيقول طبعا ده سائح، لما سائح بيزور مصر مثلا فاحنا دلوقتي قابلناه في الشارع مش عارف يوصل لمكان، هنبدأ نوصف له هنسأله دي اول زيارة ليك، شوية حوارات بيننا وبين السائح فهيبقى تورست وأي حد. أوكي could you أو can you tell me the way to كذا، طبعا كان أو could في أول الكلام معناها هل تستطيع حضرتك وتستخدم في الطلب. can you tell me ممكن تخبرني the way to كذا، ممكن تخبرني الطريق إلى كذا please، قال له yes
go ahead انطلق على طول، امشي مباشرة، then ثم turn right أو left، وبعدين استدر يمينا أو استدر يسارا. هنا مكتوب turn left، استدر يسارا. Is it far from here؟ هل اللي انت بتقول عليه ده far from، far from يعني بعيد عن، far from here بعيد عن هنا. أو ممكن رقم أربعة دي يسأله الشخص اللي قابل السائح المصري اللي بيقابله، بيقول له مثلا where are you from؟ انت منين؟ where are you from؟ انت منين؟ قال له I am from، ونكتب البلد، I am from England، I am from France. اوكي، خلي بالكم طالما تورست واحد يكتب بلد في مصر، يعني مرة مرات شفنا الموقف ده يعني، وكان اتحسبت غلط طبعا، يعني واحد بيسألك where are you from فحد كتب I am from Egypt، خبر ابيض تورست. اوكي طيب، how do you like Egypt؟ السؤال ده معناه ايه؟ ما رأيك في مصر؟ قد ايه حبيت مصر؟ how do you like Egypt؟ how do you like Egypt؟ حبيت مصر قد ايه؟ طبعا هنرد نقول it's fantastic، لو جالي السؤال ده it's fantastic، it's wonderful، it's great. اوكي، رائعة وعظيمة. سؤال رقم 8 بيسألوا الشخص المصري، بيقول له how long، how long will you stay؟ طبعا أداة استفهام how long، الفعل مساعد will، والفعل you. how long will you stay؟ قد ايه المدة اللي انت هتبقى فيها here هنا؟ قال له I will stay، انا سأبقى for لمدة، وبعدين اكتب المدة 3 weeks 4 months. اوكي طيب، is this your first visit؟ is، هل this، هل هذه your first visit، هي دي زيارتك الاولى لمصر؟ is this your first visit؟ قال له no I came here، انا جيت هنا twice before، مرتين قبل كده. وممكن يرد عليه يقول له yes it's my first visit to Egypt، يعني دي صح ودي صح. no I came here twice before، جيت هنا قبل كده مرتين. why are you here؟ انت ليه هنا، ليه انت جيت هنا؟ خلاص طبعا ممكن يبقى جاي هنا سايت سينج، رؤية معالم سياحية، ممكن يبقى جاي هنا بيزنس، شغل، اون ا بيزنس او اون بيزنس. قال له ام هير اون بيزنس، انا جاي هنا شغل، في شغل. او اي ام هير، انا هنا فور سايت سينج، لرؤية المعالم السياحية والفسح. المصري بيتمنى له إقامة سعيدة أو رحلة سعيدة. have a nice stay، أتمنى لك إقامة سعيدة. و have a nice trip، أتمنى لك رحلة سعيدة. أو ممكن يقول له I wish you، أتمنى لك a happy stay أو a happy flight، رحلة طيران سعيدة أو إقامة سعيدة. طبعا هيرد عليه يقول thanks، ولو في ردا على الشكر هيقول you are welcome. طيب الموقف الرابع السابع، ما بين في فندق طبعا in a hotel، ما بين receptionist وحد نزيل هينزل في الفندق. طيب how can I help you، ده receptionist، ازاي اقدر اساعدك؟ ممكن اسال بها، وممكن احط can I help you على طول، ممكن اساعد حضرتك، او how can I help you، كيف استطيع ان اساعدك. طبعا لو ساله قال له can I help you هيرد عليه يقول له yes، ولو قال له how can I help you هيبدا بقى على طول I want. اوكي طيب yes، ايوه I want to book a room، حابب احجز اوضه، او حابب احجز سويت جناح. الريسبشنست يسأله سينجل اور دبل، حابب الاوضه اللي حضرتك تحجزها دي سينجل مفرده حضرتك بس، اور دبل او اتنين فردين. هيرد عليه في رقم أربعة دبل بليز، فردين من فضلك. ممكن يسأله يقول له هاو لونج ويل يو ستاي هير، المده اللي حضرتك حابب تقعدها هنا. هاو لونج اداه استفهام، الفعل المساعد او الناقص بعديها، وطبعا هنا جايب لك ويل فعل ناقص ثم يو الفاعل ثم ستاي هير، قد ايه المده اللي هتقعد فيها هنا. I will stay for، واكتب المدة مثلا a week two weeks وهكذا. how much does the night cost، بيسأل بقى النزيل هنا، بيسأل how much does the night cost، هتكلفني قد ايه الليلة، او how much is it per night، per night في الليلة، هدفع قد ايه per night في الليلة. قال له it's، وبعدين الرقم، وبعدين per night، الليلة هنا بكذا، هتدفع كذا per night في الليلة. الموقف اللي بعده رقم 8 a chicken desk in the airport أو at customs. customs اللي هي الجمارك، يا إما في check-in desk اللي هو مكتب الحجز في المطار، أو في الكاستومز في الجمارك، يعني في المطار موظف جمارك أو موظف في المطار حجز التذاكر مع بيتكلم مع المسافر traveler. أوكي طيب ممكن يبقى بيقول له مثلا passport and tickets please، التذاكر والباسبورت من فضلك، الجوازات بتاعت حضرتك والباسبورت والتيكتس والتذاكر. Here you are، تفضل. Do you have any luggage؟ luggage اللي هي الأمتعة، هو حضرتك جايب معاك luggage with you، طبعا ده الجمارك. Do you have any luggage with you، معاك أي أمتعة؟ قال yes، one suitcase، suitcase اللي هي حقيبة أوراق، شنطة بحط فيها الورق بتاعي، and a large bag، وشنطة كبيرة. yes one suitcase and a large bag. طيب لو أنا بحجز تذكرة طيران، ف
موظف الحجز بيسألني ويندو اور ايل. طبعا انتوا عارفين ان اللي سافر فيكم عارف انه وانا بحجز تذكرة الطيران بيبقى بتسأل حابب حضرتك تاخد التذكرة بتاعتك جنب الشباك ولا ايل سيت جنب الممر، ويندو اور ايل سيت، تحب التذكرة بتاعتك جنب الشباك ولا الممر، ويندو سيت. معظم الناس طبعا بتبقى عايزة التذكرة بتاعتها ويندو سيت، الا الناس اللي بتخاف اللي عندها فوبيا فبياخدوا الايل سيت. ويندو سيت بليز، عايز التذكرة بتاعتي جنب الشباك من فضلك. هير از يور بوردنج كارد، بوردنج كارد دي اللي هي الورقة اللي حضرتك زي التذكرة كده اللي بتدخل بيها الطيارة، علشان ما ينفعش تركب الطيارة من غير البوردنج بتاعك. هير از، اتفضل يور بوردنج كارد، اتفضل الورقة او التذكرة اللي هتدخل تطلع بيها. هاف ا بليزنت نايت، اتمنى لك رحلة طيران سعيدة. هاف يو جوت اني ثينج تو ديكلير، هل لديك أي شيء لتصرح به؟ حابب تقول حاجة قبل ما تتفضل؟ Have you got anything to declare؟ طيب لو في الجمارك بقى، موظف الجمارك هيقول Can I open your bag؟ ممكن أفتح شنطة حضرتك؟ Can I open your bag؟ طيب أو ممكن يسألك May I have a look؟ ممكن أخد نظرة كده at your bags، على الشنط بتاعتك. طبعا هترد عليه تقول له Certainly، بالتأكيد، أو Yes go ahead، أيوة اتفضل انطلق، أو Yes sir، طبعا بالتأكيد يا سيدي. الموقف اللي بعده في البنك نمبر 9، لو في البنك اكيد طبعا هيبقى موظف البنك، اوكي، اللي هو الكليرك او البانكر مع العميل. Can I help you؟ اتفقنا عليها من بدري خلاص. Can I help you؟ ازاي اساعد حضرتك؟ هل استطيع ان اساعدك؟ هل ممكن اساعدك؟ او How can I help you؟ كيف استطيع ان اساعدك؟ Do you know the number؟ حضرتك تعرف الرقم؟ لو انا مثلا عايز اسال عن رقم حساب او الحساب بتاعي، فانا مثلا بسال عن حسابي، my account، I want to know something about my account، I want to know مثلا I want to have مثلا a look at my account، عايز اعرف اخد نظرة على الاكونت، عايز اعرف the balance مثلا، balance اللي هو الحساب، عايز اعرف الرصيد بتاعي، الرصيد بتاع الحساب بتاعي كام، يعني مثلا اقول له I'd like to know the balance of my account، حابب اعرف البالانس الرصيد. طيب فانا بطلب منه كده، لو سمحت فندم عايز اعرف الرصيد بتاعي، هيقول لي طب ماشي معاك رقم الحساب، do you know the number، وبعدين هيطلب مني يقول لي please من فضلك fill in this form، طب اتفضل املى الاستمارة عشان نبدا في الاجراءات. طب لو انا حابب اصرف شيك كاش اور ترافلرز تشيكس، الشيك ده اللي حضرتك حابب تصرفه او تعمل بيه شغل هنا، هو كاش ولا ترافلرز؟ حد تاني مثلا داخل يغير فلوس، هيقول ايه؟ هيقول I'd like to change some money، حابب اغير، عايز اغير بعض النقود. How much do you want to deposit؟ لو حد داخل مثلا يودع فلوس، فالموظف بيسأله How much؟ قد ايه؟ وطبعا ده اداه الاستفهام، دو الفعل المساعد، يو الفعل، هاو ماتش دو يو وانت تو ديبوزيت، ديبوزيت يعني يودع، قد ايه حابب تودع يا سيدي. اي لايك تو، لو انت مثلا عايز تغير فلوس هتقول اي لايك تو تشينج ذيس دولارز، عايز اغير الدولارات دي، تغير فلوس، تصرف شيك، اوكي. طيب اي لايك تو تشينج ذيس دولارز، او ممكن نقول مثلا I'd like، ده كل ده العميل اللي داخل في البنك بيقول عايز اغير فلوس، عايز اصرف الشيك، عايز اغير الدولارات، عايز اعرف الفلوس بتاعتي في الحساب قد ايه، عايز اعرف حسابي في رصيدي في الحساب قد ايه، اهو I'd like number 9 هنا برضو العميل. I'd like to put some money، حابب اضع زي ديبوزيت كده، ديبوزيت يعني يودع، وبوت برضو some money، أضع بعض المال into my account في حسابي. I'd like to know، حابب أعرف the balance، balance يعني رصيد of my account، عايز أعرف الرصيد بتاع حسابي. خلاص I'd like to transfer، transfer يعني أنقل مبلغ معين to إلى my مثلا brother in كذا، يعني مثلا أخويا مسافر برا، فأنا أقول I'd like to transfer 1000 pounds to my brother in France، عايز أحول مبلغ 1000 جنيه لأخويا مثلا يعني. الموقف رقم 10، مكتب لإجراء مقابلة شخصية، وانت طبعا رايح تعمل تقدم، فالمفروض ان هتقابل السكرتيرة، هتسألك شوية أسئلة، وممكن بعد ما تدخل وتقابل السكرتيرة تدخل بقى لصاحب الشغل اللي هيبدأ بقى يعمل معاك مقابلة ويسألك طب انت جاي ليه، حابب تشتغل هنا ليه، ايه اللي شايف نفسك ممكن تقدمه للشغل، حاجات دي، ودي محادثة مهمة على فكرة. سكرتيرة مثلا How can I help you، خلاص حفظناها، ازاي اقدر اساعدك. I'd like to meet the manager مثلا، please، حابب اقابل
فلان من فضلك ايا كان، ده مانجر المدير. Do you have an appointment؟ مع حضرتك ميعاد، عندك ميعاد. Do you have an appointment؟ appointment اللي هو الموعد. Do you have an appointment؟ عندك موعد. Yes. خلاص. May I introduce myself؟ تحب أقدم لك نفسي؟ أنا معايا عندي ميعاد وأنا فلان الفلاني. May I introduce myself؟ طيب دخلنا وهنقعد بقى مع صاحب الشغل أو المانجر، هيسألني سؤال. Do you have previous experience؟ عند حضرتك previous، previous يعني سابق، experience يعني خبرة، عندك خبرة سابقة؟ Okay sir، نعم يا سيدي، أو okay go ahead اتفضل. يعني حد مثلا بيقول لك طب تحب أعرف نفسي؟ اتفضل عرف نفسك، أو اتفضل go ahead انطلق. طيب ممكن برضو صاحب العمل يسألني How long have you been working as كذا؟ يعني انت لو عندك خبرة سابقة مثلا ك انجينير مثلا ورايح تشتغل في شركة، اوكي شركة هندسية، هيسألك عندك خبرة؟ طيب How long have you been working as an engineer مثلا؟ قد ايه المدة؟ How long ده استفهام، have الفعل المساعد، you الفعل، قد ايه حضرتك been working as an engineer؟ قد ايه بتشتغل؟ اوكي طيب هيقول انت عندك خبرة؟ yes sir I worked as an engineer before، انا اشتغلت قبل كده. طيب ممكن يسالك يقول لك مثلا why do you want to leave your current job؟ طب حضرتك عندك خبره واشتغلت، يعني عندك وظيفه حاليه، current، current يعني حالي. طب لما عندك وظيفه حاليه why do you want to leave your current job؟ طب ليه عايز تسيب وظيفتك بقى؟ اوكي فطبعا الاجابه دايما المعتاده because the salary، لان المرتب is low منخفض، بنحاول بقى ايه نصدر له فكره ان انا مشيت عشان الشغل الفلوس قليله، يعني هتديني فلوس كتيره، يعني هتديني فلوس كتيره. طيب اخيرا رقم 11 what would make you good at the job؟ ايه بقى المميزات اللي انت شايفها في نفسك هتخليك كويس في الشغلانه بتاعتنا، يعني ايه مؤهلاتك؟ what would make you good at the job؟ ايه الحاجات اللي ممكن تخليك مؤهل لهذه الوظيفه؟ تمام يا شباب، انتهى الليسون النهارده عن الديالوج، وقلنا كل حاجه ليها علاقه بالديالوج. يا رب ان شاء الله تكون الحلقه افادتكم، الحلقتين اللي جايين هيبقوا حل على الديالوج ان شاء الله، زي ما وعدتكم كل اللي تطلبوه مني انا تحت امركم في الكومنتس تحت، تقدر تطلب اللي انت عايزه في الصندوق الوصف تحت، في كل حاجه انت عايزها عن ثانويه عامه، كل الحلقات اللي فاتت ان شاء الله، وكل حاجه ممكن تحتاجها ان شاء الله باذن الله معاكم ليله الامتحان. ما تنساش لو حضرتك اول مره تشرفني تعمل اشتراك في القناه، ما تنساش تكتب كومنت عشان نعرف حضرتك محتاج ايه، شير الفيديو لكل اصحابك علشان يوصل الفايده لكل الناس، لايك لو الفيديو عجبك، اشوفكم الحلقه الجايه، نورتوني، سلام عليكم.